أنا اتفضل. لازم أقول تشبيه مجمل كنت لسه هقول النقطة ديت على فكرة. اتفضل. الطالب غير مطالب غير مطالب على الإطلاق في ثالثة ثانوي إنه يقول نوع التشبيه إلا إذا طلب منه ده حاجة، وإلا إذا حاجة تانية، إلا إذا كان هذا التشبيه مشار إليه في نص من النصوص. يعني في نص بيقول له ده تشبيه تمثيل، أو زي اللي أخدناه في نص غربة وحنين، يعني تشبيه ضمني. طب أنا يا دكتور اتفضل. لو قال لي نفسي مرجل وقلبي شراع، ما نوع الصورة؟ فأنا طالب قلت تشبيه، خلاص خلاص، ما هو مشار إليه في النص بتاعي. لا أنا ما قصدتش كده، أنا أقصد في البعض خاصة التشبيه التمثيل والضمني هو اللي بيشار إليه في كتاب المدرسة، علشان بيبقى صعب على الطالب شوية. فبيقول له فبيقول له هنا تشبيه ضمني، هنا تشبيه تمثيل. طب غير كده، تشبيه تام ومفصل، تشبيه بليغ، تشبيه مجمل، خلاص هو درس ده في سنة أولى، حتى في ثانية غير مطالب بيه على الإطلاق على فكرة. بس هو لو قال لك بين نوع التشبيه لازم تقوله. ده لو قال بين نوع التشبيه، وطالما كده عشان برضو يا دكتور في بعض الطلاب بيبقوا قلقانين، يعني ايه نوع التشبيه وكده، هي سريع جدا اهو، يعني مش هتاخد دقايق. بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. حبيبي، الاربع اركان موجوده، ده تشبيه مفصل. انا لو قلت العلم مثل النور في فائدته، ده تشبيه مفصل. العلم مشبه مثل اداه الشبه، النور وجه المشبه به في فائدته وجه الشبه، ده اسمه تشبيه مفصل. التشبيه المجمل، احنا قلنا المفصل الاربع اركان موجودين، التشبيه المجمل في ثلاثه هو الذي حذف منه، اما اداه الشبه او وجه الشبه. يعني اقول العلم مثل النور، ما قلتش في الفائده، ده مجمل. طب العلم نور في الفائده، يبقى ده برضو مجمل. طب التشبيه ثلاثه اركان الثلاثه اركان، تمام. طب التشبيه بليغ دكتور، اتفضل. هما ركنين، المشبه والمشبه به. تمام. حضرتك قلت في المجمل ايه؟ بيحذف وجه الشبه او الأداة. طب إذا حذف وجه الشبه والأداة أصبح تشبيه بليغ. العلم نور، العلم مشبه ونور مشبه به، حذفت الأداة ووجه الشبه، خلاص تشبيه بليغ. بيجي في صورة المبتدأ والخبر أو المضاف والمضاف، كثيرا ما يأتي في المبتدأ والخبر أو المضاف أو إضافة المشبه به للمشبه. تاج الصحة مثلا، تمام، أصلها شبه الصحة بتاعك. طب معلش يا دكتور، أعرف تشبيه التمثيل إزاي بقى حضرتك؟ طالما قلت طالما تمثيلي نفضل لازم نقول تمثيل، اعرف تشبيه التمثيل. يعني هو تشبيه التمثيل احنا اشرنا ليه اكثر من مره، وهو يكاد يكون ده راي الشخص طبعا، يعني نعم، يكاد يكون اسهل نوع التشبيه. نعم. لما بقول كده انا بحدد لحظه معينه للمشبه ولحظه معينه للمشبه به. نعم. يتحول التشبيه الى تشبيه تمثيل ما فيهاش نقاش. نعم. صوره يعني بصوره، ما هي صوره بصوره، او يتركب فيه وجه الشبه من عده صفات. واحنا كنا جبنا مثال انا استاذ صلاح قبل كده، اللي هي مالت على الماء الغصون كما انحنت أم تقبل طفلها المحبوبة. مين اللي مالت الغصون؟ ومين اللي انحنت؟ الأم. هو شبه مين بمين؟ ما بحبش الطالب بقى يقول لي شبه الغصون بالأم. تمام، ما حبوش يقول لي شبه الغصون بالأم، لا، قول لي شبه صورة الغصون إمتى، برضو مهمة جدا، وهي تميل على الماء، بصورة الأم إمتى؟ وهي تنحني على طفلها تقبله. هنا أصبح تشبيه تمثيل، لأن هي صورة بصورة أو حالة بحالة. يعني أنا ما أخدش كلمة، يعني أنا قلت دلوقتي الرجل كالأسد، ده تشبيه مجمل، إنما أنا لو قلت الرجل وهو يحارب في المعركة كالأسد وهو يلتهم الفريسة، صورة كاملة بصورة كاملة، يبقى ده تشبيه تمثيلي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، صورة كاملة بصورة كاملة، ده تشبيه تمثيلي. أما التشبيه الضمني فهو تشبيه يفهم من مضمون الكلام. أقول مثلا حافظ على أولادك لأن الورود إن لم ترعها ذبلت. حافظ على أولادك لأن الورود إن لم ترعها ذبلت، هو شبه الأولاد بالورود، ما قالش مباشر. يعني شوف بقى، أستأذنك بس كده، اتفضل يا دكتور. يعني مثل جميل قاله أستاذ صلاح، حافظ على أولادك فالورود إن لم ترعها ذبلت. هل يستطيع الطالب أن يدرك مباشرة أن الشعر شبه الأولاد بالورود؟ لا. هو بيفهمها من سياق الكلام، وبالتالي هيقول لي تشبيه ضمني، شبه الأولاد هنا بالظهور، هو فهمها من سياق الكلام. وهو أنا بس عايز أطمن بقى على يعني على طريقة أستاذ صلاح، ربنا يبارك فيك، عايز أطمن جميع الطلاب، ودي حقيقة على فكرة، أكاد أزعم أنه من المستحيل أن يأتي تشبيه ضمني في البلاغ. يعني هو لو جاب لي حاجه بقى لي هو في واحد موجود عندنا في غربه وحنين، تمام، بالظبط، في نص من النصوص، لكن في البلاغه اكاد ازعم انه من المستحيل ان هو يساله في التشبيه الضمني في البلاغه. خلاص، احنا العاقبه على الراوي. الله المستعان. الراوي بتاعنا دكتور محسن، فيعني احنا نثق تماما. الحاضر الغائب، مش مشكله، هو حبيبنا يعني، الحاضر الغائب. احنا انا هنا تلميذ بتعلم منكم، من احنا بنتعلم منك حقيقي يعني. فطالما دكتور رضا قال الكلام ده فهو العاقبه على الراوي، خلاص نثق في ذلك. واحنا التشبيه الضمني اللي عندنا في المنهج في غربة وحنين، حرام على بلبله الدو، حلال للطير من كل جنس، وهو طبعا تشبيه ضمني، وفي حاجه اسمها استعاره تمثيليه وهي مش عليك خالص. تمام.